الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، قبل أن أبدأ الموضوع الذي أود الحديث عنه أعلق تعليقا يسيرا على موضوع الشيخ مزمل وفقه الله سبحانه وتعالى، وهو الحمد لله اليوم أخرجه الله تبارك وتعالى من السجن، وهو بين أيدينا اليوم في هذه الحلقة المباركة العلمية، يشرف هذه الحلقة بعد أيام قضاها في السجن. وتعليقي هو إجابة على أسئلة ترد في أذهان الناس فيما يتعلق بسجن الشيخ. ناس يقولوا سبب السجن شنو، واللي عارفين انه سبب شنو يتساءلوا في حقيقة الأمر كله. فالإجابة يا أخواننا باختصار شديد هي كالآتي: أولا، الشيخ يعمل في مجال التجارة، ومعلوم لدى كل من يعمل في مجال التجارة أو له معلومة في مجال التجارة أن هذا المجال اللي بيعمل فيه معرض للربح والخسارة، ولا سيما إذا كان الإنسان يتعامل مع نوع من أنواع التجارة اللي هي الإنسان بيأخذ البضائع من مصانع ويوزع على العملاء. وهذا الجانب اللي بيعمل فيه شيخ مزمل اللي هو جانب تجارة الحديد، ده نوع من أنواع التجارة معروف في الأسواق إنه الناس بتاخد أموال كبيرة، يعني ما مبالغ صغيرة. ليه؟ لأنه تجارة الحديد الربح فيها قليل جدا، يعني بتلقى أنت في قدر كبير جدا من المال تشتري بضاعة بمية ألف جنيه بتربح أقل من 1000 جنيه. ولذلك بيضطر الإنسان اللي بيتعامل إنه يأخذ مبالغ كبيرة. إذا فهمت النقطة دي، تبقى النقطة اللي بعديها إنه الإنسان بيأخذ المبالغ دي وما عنده رأس مال. أغلب التجار نسبة عالية جدا ما عنده رأس مال بيشتري به، بيأخذ البضائع من المصانع وبيبيع يوزع على العملاء، يبيع لما يرجع له بيسدد للمصنع حقه. الشيخ وغيره من الناس الكويسين وفي السوق كلهم بيشتغلوا بالنظام ده، يعني ياخذوا من المصنع بالشيكات ويبيعوا يرجعوا لهم الفلوس بتاعتهم القروش دي، يمشوا يسددوا بعد ذاك لشنو؟ للمصنع. ده النظام اللي الناس شغاله به. النظام ده فيه مخاطره، اكان شيخ مزمل ولا غيره، فيه مخاطره، لانه الزول العميل اللي انت بتبيع له ده لو حصل له اي ظرف، البضاعة دي ما اتباعت، فهمت كلامي؟ البضاعة اتسرقت منه، البضاعة اتنهبت منه لأي سبب من الأسباب، ما رجع لك قروشك، أنت بقيت في مشكلة مع المصنع. وبعد ذاك قانون الشيكات معروف هنا، إذا أخرت الشيك حل لفترة معينة ممكن يصبروا عليك، ممكن ما يصبروا عليك، يسجنوك طوالي. فاللي حصل باختصار شديد، الشيخ أخذ البضائع له زمن ويتعامل بالطريقة دي، وغيره بيتعاملوا بها. فربنا سبحانه وتعالى قدر له بعض الناس اللي أخذوا منه البضائع تلفت منهم أو أخذت منهم وما سددوا له في الوقت المناسب، وبعضهم لظروف وحسابات في السوق ما توفر عنده المبلغ المطلوب في الوقت اللي بطالب به المصنع، فطالبوا به وسجنوه. الموضوع لا عنده علاقة بالصوفية، لا عنده علاقة بهالبدع، لا عنده علاقة بهذا موضوع بتاعتي، ولا عنده علاقة بالكلام اللي بيقولوا الناس الآن حايم في الساحة أكل قروش ناس، وواحدين يقولوا حرامي، واحدين قالوا قدامهم شيكات طائرة. يا ناس شيكات بتاع شنو؟ أنا عجبني تعليق بتاع واحد، وإن كان هو زول ذاته يعني من الحاقدين ومن الناس أصحاب الأغراض، لكن لما علق على الموضوع قال إنه يا إخواننا ده وضعي طبيعي جدا، ممكن يحصل لزول كويس وممكن يحصل لزول كعب، لأنه كل من يعمل في مجال السوق ممكن يحصل له، وده كل الأمر.
بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وفق إخواننا المحبين للشيخ مزمل ولهذه الدعوة المباركة، والناس اللي بيدعموا هذا المنهج من إخواننا عموما، ما شخص واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا ثلاثين، كل واحد منهم قدم ما عنده، وتجمعت الحمد لله مبالغ طيبة والناس قدمتها، واليوم بحمد الله تبارك وتعالى تم الإفراج عن الشيخ مزمل. وهذه رسالة نحن بنوصلها لكل من حقد من الحاقدين، النوع اللي بيجي يقول لك ده قفله في مليارات تاني ما بيطلع، ما يا هو ده قاعد ما بيطلع كيف يعني؟ الحمد لله طلع في فترة وجيزة جدا كمان. فأنا في أول أيام لما الناس بيجوا بيتناقلوا بعض الأخبار قلت لهم اصبروا شوية، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ده كله على ربنا سبحانه وتعالى ما بعيد، وما تخد في بالك إنه في دعومات جات من جهات معينة لشيخ مزمل، أبدا. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة ليس لنا صلة بأي مجموعة من المجموعات في الساحة دي كلها، ما عندنا أي صلة بواحد منهم، ولا في مجموعة من المجموعات دي قدمت جنيه واحد، كلهم أبدا. إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، وربنا سخر لها ناس من إخواننا اللي نحسبهم مخلصين وصادقين في هذه الدعوة، فدوا مزمل الفقير بما عندهم من المال، ده بجنيه ده بعشرة جنيه فهمت، ده بألف جنيه ده بخمسين ألف جنيه غيره اتجمعت. وبفضل الله سبحانه وتعالى الآن الشيخ بعد شوي حيكلمكم ويخاطبكم في هذه الحلقة المباركة. طيب ده موضوع. موضوع ثاني، استغل هذا الحدث مجموعة من المجرمين منهم الدجال، وطبعا ده راجع له فرصة لأنه عنده معانا خلافات في أشياء أخرى، ودي الخلافات الأساسية ونحن جايين ليها. ما تتخيل أنا جايين عشان أعلق على كلامه اللي قاله هو، أنا ليس لي غلط في الكلام اللي قاله وغيره قاعد يقوله أكثر من ده، ولسنا ندافع عن أنفسنا في هذا المكان أبدا. مسك المايك بتاعه في التعقيب بتاع الجمعة وفرحان جدا قال الشو الذي قال انتهت خلاص، الكبير بتاعهم قال قبضوه، وده تاني ما بيمرق يا اخ. معقول ده انا جايك لا التوحيد اللي بتتكلم عنه ده وعامل فيك انت 40 سنه شغال في التوحيد ما بيمرق كيف يا اخي؟ يا اخي ما كيف ما بيمرق يعني يا اخي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن كفار، خليك مسلم موحد وبدعو للتوحيد. ربنا بيتكلم عن كفار قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك، مش في سجن، في سفينه، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. ده الناس كفار في سفينة والموج بتضارب بهم من كل جهة. قال وظنوا أنهم أحيط بهم، الوقت ده عملوا شنو؟ قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الآية البعدية ربنا قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، لكن مشكلة ذلك شنو؟ قال ثم أنتم تشركون. إذا كان مشرك كافر بالله بيركب السفينة والموج يضرب السفينة بتقرب تغرق، ده أخطر من السجن. بيسأل ربنا، ربنا قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا كان مشرك بيسأل الله، الله بنجيو، الله بنجيو. أنت زول موحد انسجل في قريشات قريشات تقول لي ما بيمرق، يا هو ده قاعد برا ما يمرق كيف يا أخي؟ أنت راجل عامل فيها بتدعو للتوحيد، زمنك ده كله بتدعو للتوحيد، ده خلاص قال ما بيمرق والشلة قالت فرتقت، لا الشلة بتتفرتق ولا هو بيقعد جوا، الحمد لله هذا مرق برا. مريم عليها السلام يدخل على زكريا ويجد عندها ما يجد، يلقى حاجة قدامه لا عندها زول بيجيب لها، البيكفله هو. ربنا قال وكفلها زكريا، وكفلها زكريا هو اللي بيجيب لها الطعام والشراب، يجي داخل يلقى عندها رزق قاعد قدامه. قال يا مريم
أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ما في مشكلة، أصل ما صعب على الله. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله بيرزق يا أخي، ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنت كيف تقول ما بيمرق؟ ما كيف ما يمرق يعني؟ الله المرق قبال ناس بعد ما آيسوا تماما من الدنيا، ربنا أنقذهم وربنا طلعهم. أنت كده تخيل معي الدجال ده لو كان في الموقف بتاع موسى عليه السلام وقومه وقدامهم البحر ووراهم فرعون، أكان حيقول شنو؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. كويس، فرعون وراهم، البحر قدامهم، قالوا إنا لمدركون. دين مع موسى عليه السلام، إنا لمدركون. في الوقت ده قال لهم ورطانين، كان يقول لهم كده صح؟ أكان ده كان قال لهم خلاص ما في طريقة تاني، ده سجن 4 مليار، ما في طريقة، ما في وين. قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. نعدك كان يضرب البحر، أن يضرب بعصاك البحر، عصايا شايلة في يده، قال لا أضرب بالبحر ده. يا ناس عصايا حتسوي للبحر شنو؟ أن يضرب بعصاك البحر. ربنا قال فانفلق، اثنين، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ربنا نجاه. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر، جوا البحر مالوه يبسا، محل يابسة جوا البحر، شوف ربك قوي كيف. أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الكلام ده كله الدجال قرأه ولا ما قرأه؟ القرآن ده ما قرأه؟ يونس عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبق خرج من قومه، أبق إلى الفلك، الفلك فيها ناس، ركب في السفينة، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم يعني رمى القرعة، فكان من المدحضين. ارموا القرعة تقع على يونس، ارموها تاني تقع على يونس عليه السلام، ارموها مرة ثالثة تقع على يونس عليه السلام، فساهم فكان من المدحضين، فالتغمه الحوت وهو مليم. لما بقى في بطن الحوت عمل شنو؟ قال لهم دي ورطة، ده ما سجن، 4 حيطان وفيه عساكر وناس محترمين ويجيبوا لك أكل ويقعدوك كده بمزاج وتمشي الجامع ويعمل دروس جوا الجامع ويلقى ناس وصاحبه ويتونسوا معاه. لا لا لا، ده بطن حوت. فالتقمه الحوت وهو مليم، عمل شنو؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال فاستجبنا له، الفدي طوالي معنا طوالي، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، كمان ما براه، قال لك وكذلك ننجي المؤمنين. الدجال لما علق على الموضوع ده قال بعد شوية حيجي مارق لك يقول لك وأيوب نادى ربه، هاي ماله ينادي ربه زي ما أيوب نادى ربه؟ ليه المشكلة وين يعني؟ وين؟ هل الآن ما كان فيه هو من الضر أشد مما كان فيه أيوب من الضر؟ أيوب عليه السلام وصل به المرض والألم لدرجة أنه زوجته كان بتمشي بتجيب له الأكل، تمشي تشتغل عند الناس، الأجر اللي بيدوا ليها بتشتري به الأكل بتجيبه لزوجها، زمن طويل ما لقت حاجة، كما ذكر في بعض كتب التفسير قالوا فباعت ضفيرتها، شعر بتاعتها قطعتها باعتها وجابت الرزق لزوجها. فلما رأى ذلك أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا طوالي قال شنو؟ قال فاستجبنا له.
فاستجبنا له ووهبنا له أهله. أهل الماتوا الله جابوا له راجعين ثاني ومثلهم زيهم كمان معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. انت يا دجال بتدرس التوحيد على ياساس، اذا كان انت بتتناسى شيء من اعمق دروس التوحيد، دعوة المضطر اذا دعا الله سبحانه وتعالى من اعمق دروس التوحيد تقول اطلع كيف؟ ايوه بيطلع ربنا فيه، اطلع طوالي. ربنا سبحانه وتعالى قال اما يجيب المضطر، المضطر ده منو؟ مسجون، عيان، اهلك في مشكله مصيبه. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. ده ما توحيد؟ انت قال التوحيد فقط تجي تنبذ الصوفيه. ايوه نبذ الصوفيه ده جزء من الدعوه، لكن ما هو براو ده، ما براو. انت لابد تكون عندك عقيده في ربنا سبحانه وتعالى، انه لو وقعت في شده ربنا بمرقك، وربنا ممكن يجيب البعيد، البعيد ربنا بيجيبه. لما دخلت الملائكه على زوجة ابراهيم عليه السلام، دخلت الملائكه عليها وبشروا، ربنا قال ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. بشروا بشنو؟ بولد. وهو عمره كم؟ هو كان كبير في السن، عجوز، ومرته عجوز. بشروا بالولد، جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنيذ، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. وطوال مرته الكلام مع مرته، قالوا وامراته ضاحكت وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ضحكت لأنها استغربت، ناس عملت لهم الأكل عجل شوتوا لهم جابته ما أكلوا، ضحكت. قال فبشرناها بإسحاق. يا أخوانا دي بعيدة ولا ما بعيدة؟ بعيدة زولي يبرق من السجن، ولا بعيدة مرة عجوز تلد؟ عجوز تلد البعيدة يا ته، عجوز تلد يا بعد صح؟ أها. قال فضحكت فبشرناها بإسحاق، وإسحاق ده كمان قال لا بيلد، بيجيب له ولد اسمه يعقوب. ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا شنو؟ عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لأمر عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ علي الله عجيب؟ علي الله بعيد؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. عشان كده أنا بقول دي رسالة للدجال، زي ما أنت ضليت في باب الصحابة، ضليت راجع عقيدتك في باب الصحابة، راجع عقيدتك في مسائل التبديع، راجع عقيدتك في مسائل التكفير، بل راجع عقيدتك في التوحيد ذاته. توحيد ذاته عندك دار مراجعة، لأنه الناس قد تيأس، لكن ربنا بجيب الفرج. ربنا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. شكد يا أخواننا، في ناس كتار لابتين بالخبر ده ومتكيفين جدا وفرحانين، مزمل سجنه خلاص تاني ما في حاجة، وبعد ذلك جاب له هرطقة كثيرة وقعد بنبس في نانه، قال ده عربي مقطع، قال يعني شنو عربي مقطع؟ أنا عربي ها مالو في شنو يعني مقطع؟ يعني مفلس ما عندي حاجة، أي مفلس ما عندي حاجة. طيب المشكلة وين؟ وين المشكلة؟ وما ما كلنا مفلسين يعني، المشكلة وين؟ وأنا قال أنا ود الخرطوم، أنا قال لا ده أسلوب بتاع داعية، أنا ود الخرطوم وأنتوا أولاد الأغاليم. يا زول إحنا فنانين في سعد قش، واولاد البقعة وين؟ واولاد اللاماب وين؟ يا اخي ده كلام، ده كلام يليق بداعية يا اخوان. هسه اسالكم بالله، ده كلام يليق بداعية؟ ممكن زول دار يدعو للاسلام يجي يقول لهم انا ود البقعة؟ ويعني شو ود البقعة؟ يا زول احنا في اغاني واغاني، انا ود البقعة قال وانت ود شنو ما تعرف؟ وداك عربي مقطع جاي من وين؟ ده كله يا اخواننا من السخف ومن افعال الجاهلية.
ده من فعائل الجاهلية. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. دي من أمور الجاهلية يا أخواننا. أنت جنسك كده وأنا جنسي كده، أنت قبيلتك كده وأنا ود الخرطوم. يعني شنو ود الخرطوم؟ والخرطوم ده شنو؟ شنو الخرطوم؟ مكة؟ هي مكة؟ يا زول هنا أولاد مكة خشوا جهنم، أولاد مكة خشوا جهنم. ربنا قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. مرة دي تقال من وين؟ تقال من اللاماب. دي من مكة، خير البقاع، خير البقاع. ها أولاد مكة لو كفروا بخشوا جهنم، فهمت كلامي ده؟ وأولاد آخر الأرض لو آمنوا بخشوا الجنة. عشان كده ربنا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شنو أنت ود البقعة وأنا ود الصقيعة وأنا ود فلان ود فلان؟ ده كله لا يغني عنك من الله شيئا، ما يغني عنك من الله شيئا. فعلى أي حال يا إخواننا، هذا الرجل استغل هذا الحدث، ولكن الفضل من الله سبحانه وتعالى. ونحن نشكر ربنا، والله نشكر ربنا كثير إنه ربنا سبحانه وتعالى من علينا وأسكت هذه الألسن، لأنه ألسن افترت الكذب. وأقول أخيرا في آخر كلامي: لكل من تكلم بالباطل ولكل من اتهم الشيخ مزمل بما ليس فيه، نقول له في يوم اسمه يوم الحساب حنتلاقى بعدين. قال قالوا حرامي، والقالوا شال أموال الناس، والقالوا اداهم شيكات طايرة، والقالوا خلاص ثاني تربصوا جوا ما بيمرق. نحن نقول لهم: نلتقي يوم تبلى السرائر، بعدين حنعرف الحرامي منو. ربنا قال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. دي بنعرفها بعدين، وده ما موضوعنا مع زول. نحن موضوعنا معاك انت كتجال، موضوعنا معاك موضوع الصحابة وبقية المواضيع. صوفية موضوعنا معاكم التوحيد والسنة. أخوان مسلمين غيرهم موضوع النقاش بتاعنا معاكم في أشياء معينة، لكن أنا حبيت أدي معلومات عن الموضوع ده عشان كثير من أخواننا ما يكونوا دايشين ويعرفوا حقيقة الأمر. أكتفي بهذا القدر، وأقدم شيخ مزمل فليتقدم مجزيا مشكورا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.